السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل ام علي بالجلاش بس بطريقه جديده. يعني بدل ما انا مثلا بحمص الجلاش الاول وبعدين بديه اللبن بتاعه بيكون عليه مثلا قشطه وزبده وبغليه وبعدين اصبه عليه واحط له مثلا مكسرات وجوز الهند، لا انا هعمله بطريقه تكون اخف واوفر كمان وفي نفس الوقت تمشي كمان. مثلا انت لو عايزه تاكليها كتحلية بتبقى خفيفة مش تقيلة زي طريقة ام علي. فانا عندي هنا المقدار اللي هعمله الجلاش، اي كمية طبعا انت هتعمليها. انا خدته وحمصته في الفرن بنص معلقة سمنة او زبدة اللي موجود عندك اشتغلي بيه، وهحط لها كمية الجلاش دي. عملت لها نص كوباية شربات خفيف، نص كوباية حطيت لها 3 معالق سكر وطبعا عصرة ليمونة وفانيليا، سبتهم يغلوا بخليه خفيف، انا مش بخليه تقيل عشان ان شاء الله هنسقي بيه الجلاش ده. والمقدار بقى اللي معايا ده من اللبن دي مهلبية خفيفة خالص، كوباية لبن عليها معلقة سكر واحدة عليها معلقة نشا متوسطة مش كبيرة ولا صغيرة، وعليها الفانيليا طبعا رفعتهم على النار لقلبتهم الاول على البارد كويس قوي لغاية ما اندمجوا مع بعض والنشا دابت، بعد كده رفعتها على النار لغاية ما غليت والنشا استوت وبعدين نزلتها من على النار مهلبية خفيفة. فالطريقة بسم الله الرحمن الرحيم، بجيب مثلا الطاجن او اللي انا هعمل فيه اهو، هحط فيها هرص فيه ادي الجلاش بتاعي اهو، يكون دافي عشان لما اديله الشربات يشربه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، هرص مثلا اول طبقه كده جلاش اهو. الطريقه دي مثلا كمان تمشي معاكي لو الجلاش عندك مثلا اتكسر منك نشف منك، تقدري تشغلي الجلاش في الوصفات دي. بسم الله الرحمن الرحيم، رصيت مثلا اول طبقه اهي بالجلاش، هقوم ساقيها شربات، شربات خفيف مش كتير. بسم الله، والمهلبيه عليها معلقه سكر واحده برضو بديها كده اهو. سقيته الشربات اهو، شربات خفيف. بعد كده هقوم نازله بكوبايه المهلبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا جربت الطريقه دي بصراحه والله نفس طعم اللي هي طريقه ام علي ما بتختلفش خالص، وطريقه موفره وبعدين ما فيهاش دهون كتير. مثلا انا كل اللي انا استخدمته نص معلقه سمنه او زبده اللي هي حمصت بيها الجلاش في الفرن، ومبياخدش وقت كمان في تحميصه. بسم الله الرحمن الرحيم، اسقيها كويس اهي، هتتشرب برضو ايه تتشرب مني المهلبية على قد مقدار الجلاش اللي انت هتعمليه. سقيتها اهو، هكمل بقى اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، هضغط عليه كده اهو، هكمل بقى برضو ايه من فوق الوش برضو شربات مش كتير. حابه بقى تحطي معاها كمان جوز هند، زبيب سوداني، مكسرات الموجود عندك اديها. احنا عايزينها تبقى وصفه مش مكلفه، في نفس الوقت طعمها يعني مقارب لام علي ومش بتختلف عنها كتير خالص، وفي نفس الوقت موفره ومفيهاش دسمه جامده. يعني انا بضغط عليها كده اهي، طبعا دي لازم تقعد في التلاجة ساعة عشان تندمج وهتلاقيها طريت خالص وشربت الشربات وشربت المهلبية. فان شاء الله بإذن الله دي انا هاخدها اشيلها في التلاجة ساعة وهوريكي شكلها النهائي بإذن الله. ده الشكل النهائي للجلاش بالمهلبية، اديتها بس رشة قرفة من فوق الوش بعد ما قعدت في التلاجة ساعة اتشربت كل المهلبية وكل الشربات، طعمها ما يختلفش خالص عن ام علي اللي هي الاصليه الطريقه الاصليه. اتمنى يا رب تكون الوصفه دي ان شاء الله سهله ومبسطه، وان شاء الله جربيها.